الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة والله سريع الحساب. حضرت الشيخ ايوب صاحب رحمه الله کے کئی انداز ہیں. میں مولانا حسان صاحب نے کہا کہ شیخ ایوب صاحب جان واقعی میں عربی میں قرآن پڑھنے کی جان مولانا انصار صاحب بھی ماشاءاللہ حضرت قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں. شیخ شریم کے انداز میں پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں, سنا ہوگا اور اگر وقت ہو تو سنیں گے انشاءاللہ. جب انہوں نے مجھے پھنسایا تو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا شیخ سدیس جو کہ 1983 حرم مکی میں امام ہیں, اب جا کر شاید آواز کچھ اس میں آواز بدعا پایا کرنا, اب تک ماشاء اللہ آواز ایسی اور اس آواز کے لیے بہت مضبوط سینہ چینا چینا کوشش کروں میں انشاء اللہ. آپ حضرات دعا کر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويطيب الحرث والنسل والله السلام عليكم ورحمة الله. السلام.